بسم الله الرحمن الرحيم. أزف لبناتي أمهات وأحفادي بنات إعدادي وثانوي بشرى لتكوين هذه المجموعة للاستشارات الطبية المجانية، وهي مجموعة على الواتساب وعلى التليجرام اسمها أنا وبنتي. هذه المجموعة هدفها إيه؟ أحفادنا من بنات إعدادي وثانوي لهم مشاكل عديدة، ودايماً هم وأمهاتهم بيتكسفوا يروحوا لدكاترة وبيخافوا من كده قبل الجواز، وأنا علشان كده عملت هذه المجموعة علشان أكسر حاجز الخوف وأدعوهم بخصوصية محفوظة كاملة للاشتراك في هذه الجروب اللي هتبتدي على الواتساب والتليجرام زي ما قلتلكوا، هتعرفوا بعد كده ليه. هذه الخدمة بتفرق ان هي بيبقى نوع من الطب الوقائي، واخد بالكوا يا بنات ويا احفادي، من مشاكل على مدار عمرك بعد كده بيبقى لها حجم اخطر واكبر. نماذج لحاجتكم لهذه المجموعة ان في حوالي 90% من بنات ما بيعرفوش اساس النظافة الشخصية بتاعتهم بتتم ازاي، وبينتج عنه ان حوالي 10% بيبقى عندهم التهابات موضعية مزمنة، و10-15% بيبقى معاهم سلاسل، وان هذا السن في بنات اعدادي وثانوي بيبقوا معرضين لاضطرابات في الدورة الشهرية ما بين انقطاع في الدورة واضطراب في الدورة، وبرضو بيصاحبها تكيس في المبيض وبعد الأكياس على المبيض الأخرى أو بعد الأورام في بعض الحالات، وإن 5% من البنات في إعدادي وثانوي بيبقى معرضة لزيادة هرمون الذكورة زيادة بالملحوظة، وهذه النسبة هي وتكيس المبيض لو بنتنا وحفيدتنا ما تدخلوش بقوة وبهمة، هذه النسبة قابلة للزيادة اللي هي نسبة تكيس المبيض ونسبة زيادة هرمون الذكورة مع السنين باستمرار عدم يعني تنفيذ الطب الوقائي. ده بعض النسب للمشاكل. وطبعا هنا ليه بقول انا دخلت المجموعة انا وبنتي؟ لان الام مشاركتها صاحبي بنت، لان الام لما بتصاحب بنتها هي بيبقى عندها خبرة، وانا هديكي هزود لك واسقل لك هذه الخبرة، وعندها حب وعندها اخلاص لبنتها، بينما صاحبتها تفتقد لهذا الحب بهذا الدرجة الخاصة، وبتفتقد إلى العلم لأن معظمهم بيعرف معلومات خطأ ومشوشة، فبيحصل إنه إن الأصحاب دول بيأذوا بعض، وزي ما أنتوا شايفين النسب للمشاكل زي ما الأما عن المشاكل النفسية، ده سن مراهق فبيبقى كل الحالات محتاجاها، وأنا بقول لكم يعني زي ما بيقولوا عامليه على انها بني ادمه كبرت مادموازيل، دي على بقت يعني عروسه المستقبل، واحنا لنا غرض برضو ده يدل على ذلك، انا عايز احافظ لها على قدرتها الانجاب في المستقبل، بحيث اللي ابذله هيبقى مجرد تعليمات وتنظيم حياه زي ما هتعرفوا، هتعرفوا فين؟ هتعرفوا على الواتساب جروب، هتعرفوا على التليجرام جروب، هتعرفوا على الزوم. الزوم ده ايه؟ بيحصل ان انا بعمل لكم دعوات كل ما يتجمع اسئلة على الواتساب ولا التليجرام، بيبقى اسئلة خاصة ما تنفعش تحطها على يعني للنشر سواء في الواتساب ولا التليجرام نتكلم فيها بهذه يعني الوضوح،
فبنقولها لكم في زوم ميتنج، بنبقى يعني مطمنين ان ما فيش حد حاضرها غير كنتم. وطبعا في بعضكم بيبقى محتاج ان استشارات تليفونية برضو بتبقى متوفرة، وما بنعرضش منها الا الحاجات دون ذكر اسمائكم، وما يتعارضش مع خصوصيتكم وموافقتكم طبعا. وبتبقى معاد الاستشارات في الحد وثلاث وخميس من 11 ل 11 ونص بتبقى متوفرة هذه الاستشارات. والفيسبوك بيبقى فيه هذه الداتا العلمية، بيبقى حاجة للاحتفاظ بيها، لكن نظرا لان الفيسبوك عايز متابعة وبعد فترة الحاجة اللي بتتحط بتنزل تحت، فبيبقى صعب العثور عليها. فعشان كده عملنا الواتساب والتليجرام، وعملت كمان قناة على اليوتيوب، وعملت في يعني سلسلة جمعتها سوا في سلسلة أنا وبنتي، بحيث يسهل الرجوع ليها، وبيبقى فيه ليها عنوان بحيث لو الحالة يخصها العنوان ده بتخش عليه. هل هنقف على كده؟ لا طبعا، كل متشجعكم ومشاركتكم هنحاول نزود الناس اللي هيستفيدوا من هذا الخير ومن الخبرة العريضة ليا بقالي 40 سنة احطها ليكوا، يعني ما تغلاش عليكوا، لان كنتوا فلذات اجبادنا. طبعا انتوا مش هتفهموا المعنى ده، فانتوا يعني ايه، يعني قلبنا وعنينا وعينين امهاتكم، وبالتالي لازم نحافظ عليكوا. ف بنعمل لكم هذا الكلام. بيبقى بعد فترة في موبايل ابليكيشن، الموبايل ابليكيشن ده بناخد رأيكم هيتعرض فيه ايه، هيبقى بالعربي طبعا، وده بيبقى بيحقق لي ميزة بحيث ان كنتوا تفهموه. بتلاقوا فيه المادة العلمية، بتلاقوا فيه اسئلتكم، بتعرفوا توصلوا للفيديوهات، بتعرفوا توصلوا للكلام ده. وممكن نعمل مجموعات بعد كده، مجموعة لتكيس المبيض، مجموعة لزيادة هرمون الذكورة، مجموعة لزيادة السلس البولي، ده اللي هي بنسميها موبايل ابليكيشن. وده ممكن برضو كل ده بالاتفاق معاكم، فانتوا يعني اصحاب هذا الموضوع واصحاب هذه المجموعة. وبعد كده ممكن تتحط على نعمل لكم ويب سايت بعد كده، بيبقى كل واحدة منكم لها باسورد هي وامها، بحيث بتخش بيبقى لها أوضة مغلقة بتعرف فيها البيانات اللي هي عايزاها، وبتاخد الخدمة الطبية الموجودة. وادي اهو، ادي قناتي، ادي الواتساب جروب اللي موجودة اهو، وانا بدعوكم. مجرد انتوا لما هتخشوا على الفيسبوك هتعرفوا ازاي تشتركوا فيها، بس بعتوا على الفيسبوك او اتصلوا بالتليفونات اللي موجودة على الفيسبوك، وهتلاقوها موجودة اهي، موجودة برضو موجودة على الواتساب. طبعا انتم محدش بيسمح له انه يشترك في هذه الجروب الا لما السكرتيرة بتدخله، لكن طبعا دي مفتوحة لاي حد، اتشرف بكم جميعا. وادي مجموعة التليجرام، لان القناة التليجرام جروب الواتساب جروب، رغم انه هو من وقت قصير عامل المجموعة دي، لكن تقريبا اتملت، وبالتالي عملت قناة تانية اللي هي التليجرام، اللي هي الواتساب جروب، وجروب تانية اللي هي التليجرام جروب، لان دي ممكن تشيل 200,000 يعني حد من احفادنا وبناتنا من الامة. وادي قناة الفيسبوك اللي من خلالها ممكن السكرتيرة بتحطكم على المجموعة، او بتصلوا للتليفونات اللي بحطها في الكومنت دايما لأي مادة علمية بنشرها، ببقى حاطط في الكومنت ازاي تتصلوا وازاي تشتركوا في المجموعة. واي حد منكم طبعا النمر دي متاحة، لو اي حد صاحبة ليكي، زميلة ليكي، انت ممكن تديلها نمرة التليفون، بتتصل بالسكرتيرة وهي بتدخلك على مديرة العيادة، هي بتدخلك على المجموعة بتاعتنا. وادي قناتي على اليوتيوب، وادي يعني المجموعة بتاعت انا وبنتي اهو، انا لغاية دلوقتي نزلت فيديوهين، ويعني القادم هيبقى يعني سلسلة كبيرة ان شاء الله، بحيث تبقى مكتبة جاهزة لكل واحدة عايزة تخش في هذه المجموعة. وانا بقول في الاخر يا كل ام، ما عندناش اغلى من بناتنا،
ولازم تحافظي عليها قبل فوات الأوان. اشتركي الآن ومجانا وبسرعة للحصول على استشارات طبية متكاملة، وتأكدي إن خصوصيتك محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله.